فحسن الظن خير، لكن مع الاحتياط. رئيس دولة يجب أن يحسن الظن في الناس، لكن يجب عليه أن يحتاط. لا يجوز يقول أن أحسن الظن بالمسلمين وأحسن الظن مثلا بالحاشية أو مدير يحسن الظن، ثم بعد سنوات هم خانوه، انقلبوا عليه وسرقوا الدولة، أو مسؤول أو صاحب تجارة أو صاحب زراعة أو إنسان عنده يعني زوجة. أنا أحسن الظن يعني دائما، لا أحاول أن أتهم، لا أحاول أن أحقر، لا أحاول أن يعني أشين الناس، لكن أشك أعلى درجات الشك، وسع دائرة الشك حتى تسلم من الخيانة. فحسن الظن خير، لكن بدون احتياط شر. أنا أكون عندي محل وأقول والله أحسن الظن في فلان، بعد سنوات سمعنا عن كثير من الناس قال والله كنت أحسن الظن بهذا وسرق مالي، كل يوم يسرق حتى انكسر. بعض الناس كان يقول أحسنت الظن بفلان ولم يحتاط له، فخانه وانقلب عليه في الدولة، أو أنه جاء بالكفار وجاء بالأعداء. لكن أحسن الظن مع الحيطة. في الجيش يقولون وسع دائرة الشك، أقول فلان محترم لكن يجب علي أن أحتاط لذهابه ونيابه، وكذلك الزوجة والجار والعامل والوزير والنائب والمدير وإلى